بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، التواصل جاري هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة والممتعة حقيقة في كل هذه الانطلاقات الجميلة، ونتمنى دائما التوفيق والناموس يا الإخوة المشاركين. فلك عبد الله بن علي ونواس مسيطر مع فلك على المركز الأول، وفي المركز الثاني اللي في المركز الثاني نجود حمود بن علي أو حمود بن محمد بن علي بن حمود الأجتبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. بينما هناك المركز الثاني، الرماسة أحمد بن عبد الله بن محمد بن الهلي، وثالث المراكز النقلة على المركز الرابع المايدية عبد علي بن حميد بن رزي الشامسي، وفي المركز الخامس شواهين محمد بن راشد بن قحيد، وفي المركز السادس ما شاء الله الذيبة هناك يمع بن شطيط بن حمد الشامسي، وفي المركز السابع هناك هدية محمد بن خليفة بن قحيد، وفي المركز الثامن هنا من تأتينا الضبي سالم خلفان بالعالي الاكتبي، وفي المركز التاسع مشاكل ولمحمد بن عبيد بالدبيلة. هكذا أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء، دعنا عليكم هذه الأسامي وهذه الانطلاقات الجميلة والمميزة هنا في هذا الصباح. الله 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 اللي غيرت فلك عبد الله بن علي أبو نواس على المركز الأول الرماسة لأحمد عبد الله بن محمد بالهلي، ثاني المراكز هناك المايدية على بن حميد الرزي الشامسي ما شاء الله، بينما المركز الرابع هنا من تأتينا شواهين محمد بن راشد بن قحيد، ما شاء الله مسيطر مع شواهين على رابع المراكز، وفي المركز الخامس هناك الذيبة يمع بن شطيط بن حمد الشامسي. هكذا مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا الحاضر هنا لكل هذه الانطلاقات الجميلة، لكل هذه الانطلاقات المميزة. يا سلام يا بن واس، عبد الله بن علي بن واس من يقدم فلك هنا في هذا الشوط. النقلة على الرماسة أحمد بن عبد الله محمد بالهلي مسيطر ثاني المراكز، وفي المركز الثالث الذيبة يمع بن شطيط بن حمد الشامسي، وفي المركز الرابع بنقول هدية محمد بن خليفة بن قحيد، وفي المركز الخامس مشاكل ويمع بن محمد بن عبيد بالدبيلة. هكذا أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، الله يا بن واس، يا سلام يا بن واس، يعني متأقلم شعاره وناموسه على هذا المركز الجميل، المركز الحساس. يا سلام، النقلة على الرماسة أحمد عبد الله محمد بن هلي، هدية محمد بن خليفة بن قحيد. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء، دعنا على حضراتكم أجمل وأروع هذه الانطلاقات الجميلة مع سن الحقاقة. الله، هدية غيرت، شوف التسلل، شوف 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 الناموس. الله يا بن قحيد، محمد بن خليفة بن قحيد، يا مصال وجاله هنا مع هذه الشعار ومع هذه الأسامي الجميلة. بنقول حنينة والناموس للمرة الثالثة، محمد بن خليفة بن قحيد على فوز هدية في المركز الأول. هاي لحظات الصورة، خط النهاية مع الفوز والناموس. فلك عبد الله بن علي بن واس ثانيا، المركز الثالث محمد بن بالدبيلة، وفي المركز الرابع أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، وفي المركز الخامس هناك سالم خلفان بالعري الكتبي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام.